نهار جديد وبلوك جديد اللي فيه جيت لكم لهنايا لواحد المكازا فحال لاز دو بخي البنات، ماشي المكازا ولا البوتيك في كارفور داتي سموس اللي فيه. هذا البوتيك هذا البنات كيكون فيه دائما الحاجه دلا كاليتي ولا مارك، كيفاش كنقول لكم دائما مانيفيك اللي فيه. كيفاش لاز دو بخي دابا شاد لا كخوا بلونش، ولكن هذا عاود عنده الاشياء فحال دو لاز دو بخي. فوالا كيفاش كتشوفوا هاد لي صندال مانيفيك اللي فيه، رجعوهم 20 اورو ولكن كيكون عندهم الثمن ديالهم غالي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتمنىكم البنات تكونوا في صحه جيده وتكونوا منورين، ويعطيكم الله ما تمنيتوا في الحياه ديالكم. اللي كيتبعني كامل واللي نظام الجديد للقناه مرحبا به والف مرحبا، والقدام عزيزين وغاليين. فوالا البنات وش سي دوماج البنات، كانت لا موزيك في المغازا قوه ولا موزيك في المغازا، وما نقدرش يخلي لا موزيك في المغازا البنات. والتخفيضات رائعه البنات كانت في المغازا هذا النهار، مغازا كامله هذا البوتيك كامل كان فيه تخفيضات البنات. وشكرا على الحسن المتابعه، واذا عجبكم الفيديو ديالي البنات ما نساوش ديك البصمه البنات، فضلا وليس امرا، غير كذبركو على ديك المطعد البصمه وكذا فوالا، وباش تكبر ان شاء الله القناه ديالنا وفوالا. وشكرا على الحسن المتابعه، واذا عجبكم الفيديو والمحتوى كيفاش كنقول لكم دائما ما ننساوش ديك البارطاج واللايك ان شاء الله. وشكرا الى الفيديو القادم.